كنت بقول في المقدمة قد ايه كانت مباراة الاهلي والزمالك في نهائي الكاس على اعلى مستوى من التنظيم ومن الاحتفال ومن الحضور الجماهيري ومن كل شيء، وده خلى الناس تقول لك احنا لعبنا السوبر في الامارات من قبل، ثم نهائي الكاس في المملكة العربية السعودية، ثم جاءت فكرة اقامة مباراة الاهلي والزمالك في السعودية، وبعد كده سمعنا انه حصل نوع من انواع يعني الرفض سواء من الفيفا او من الجهات الدوليه. حضرتك تحطنا في الصوره بالظبط يا معالي المستشار، خاصه ان حضرتك كتبت تويته مهمه منذ قليل. طيب انت طلبت الان المداخله يا انا اللي طالب المداخله انا اللي طالب المداخله لان نعم غلاوتك يعني ربنا يخليك. انا هقول الكلام من الاخر. نعم. لانه المفروض ما انا كان لازم اطلب انا كان لازم اطلب المداخله يا معالي المستشار عشان تبقى الامور واضحه، يعني عشان اقول الكلام من الاخر عشان اتفضل. المفروض مو انا اللي اوضحه، معلش يعني كان في المفروض جهات اخرى هي اللي توضحه، حتوضح لانه مو احنا الناس اللي من طرفنا اللي كان مفروض اننا نوضح. نعم. فاحنا كنا جالسين ساكتين قبل يومين او ثلاثه الان، نعم ما تكلمناش على حاجة. نعم. هل شفت أي إعلان من موسم الرياض أو مني عن الموضوع؟ لم يحدث. الإعلان والتسريب حصل من مصر صح ولا لا؟ حصل بالضبط. تمام، خلينا نبدأ الحكاية من أولها. اتفضل يا فندم. نجح الكأس نجاح باهر. نعم. شفنا فائدة للموضوع. نعم. فائدة مو المسألة فقط مادية بالنسبة لنا. نعم. مسألة تقارب بين الشعوب. طبعا. مسألة إن الاخوان المصريين اللي نعتبرهم اخوان واهل لنا مقيمين في المملكه العربيه السعوديه في بيتهم الثاني قدرتهم الشرائيه عاليه، نعم موجودين بكثره، نعم ممتازين. خليني اوضح، حتى بطريقه التشجيع كانوا جدا ممتازين في المباراه الاخيره. صحيح. يمكن انا شفتني في وقت الملعب طلبت بدخول الادوات بس كانوا مشوا التيفو. كان مشكله التيفو، نعم انه في تجاوز في التيفو على الاتحاد الكورة وعلى الفريق الخصم. نعم. عشان كذا منعنا التيفو. نعم. منعا للإحراج. يعني ما كانش في تجاوز علينا. نعم. أو شعار سياسي أو حاجة. صحيح. فإحنا يعني قلنا لهم يا تلغوا الفقرة هذه تشطبوها أو مش حيدخل التيفو. وفي المقابل دخل التيفو بتاع نادي الزمالك. صحيح. نعم. هذه القصة الحقيقية. نعم. وتقابلنا بعدها مع أعضاء من رابطة الأهلي وقدموا اعتذارهم، قالوا إحنا الموضوع ده عندنا في ملاعبنا مسموح فيه. نعم. قلنا له إحنا في اختلاف. نعم. وده ما كانش الاتفاق مع الجهات الأمنية. لما تقابلتوا مع الجهات الأمنية لأنهم رسموا التيفو، والموضوع ده كان بعلم إدارة الأهلي، كان موجود الجرحي و الضماطي. نعم. ولا انا اقول لك اللي كانوا شغالين على الملف الجرحي. نعم. والسراج كانوا شغالين معايا في الملعب على الملف. تمام يا فندم. تمام. وغلطوه. نعم. طيب نكمل. أيوة. فكان حفل ناجح بكل المقاييس. نعم. سمع مش بس في الشرق الاوسط، سمع من استراليا الى امريكا لوجود المغتربين ووجود، يعني كان حدث ده صحيح تاريخيا. ده صحيح. تمام. في نفس اليوم اجتمعت يعني بكل سعادة وترحاب مع معالي الوزير أشرف سلمان في المتحدة. أيوة. وعمرو الفئي وسيف الوزيري ومحمد يحيى والجماعة كلهم. نعم. كل الرجالة. نعم. والأستاذ محمد السعدي. نعم. إحنا التجربة هنا ناجحة. نعم. إحنا عندنا في فراغ في الرياض وفراغ في جدة في أوقات معينة في الملاعب ممكن نستخدمها. نعم. ما تيجوا نتكلم على مباريات الدوري، قالوا دي عمرها ما حصلت. أي. قلت وانا ما عمري خدت التجربه، بس خلونا نشوف. ادي عرضنا. حطينا رقم. أي. ومميزات. نعم. فكروا وعيشوا مع نفسكم وارجعوا لنا اذا الموضوع مناسب لكم وللرابطه وللاتحاد والانديه. هل ممكن اعرف الارقام يا سياده المستشار؟ هدي لك كل حاجه دلوقتي. طيب تفضل. هدي لك كل حاجه. اتفضل. خلاص يعني. نعم. لازم اتكلم. تمام. لازم اقول الحقيقه يعني. تمام يا فندم. يعني مش صح انه احنا نحاول نقرب العلاقات، ان نحاول نعمل شيء ممتاز. نعم. يعني ناس يصرحون بتصاريح غير حقيقيه بس تأجج الامور. نعم. تمام. رجعوا لنا قبل تقريبا اسبوع. نعم. بان المواضيع ماشيه تمام. وان التاريخ 15 ابريل والتاريخ 26
او 25 جون. نعم يونيو. نعم قلت ممتاز توكلنا على الله، انا مش هحضر الماتش الاول واعتذرت منهم عشان حسابي رحله علاج. فقلت احضر الماتش الثاني في جده، واتفقنا انه يعملوا قرعه ويكون في ماتش الزمالك في مكان في ملعب لان الساعتين مختلفه، لان من ضمن بنود الاتفاق في كوتا للتذاكر عائدها لفريق صاحب ارض المباراه. تمام. اللي هو تقريبا 20% الى 25%. تمام. كنا يعني في مفاصل بيننا. كويس. في الموضوع ده. غير المبلغ المقدور. نعم. انا خلاص تركت الموضوع، عندنا اشغال كثير. اكيد. فجأة انا شفت الموضوع كان بيتابع من عندنا شركة خاصة اللي هي متعاقدة مع الترفيه، اللي هي شركة الوسائل العربية اللي هي نظمت الماتش الاول. نعم. اللي هم بيملكوا اول بار. رجع لي الاخ المحترم سيف الوزيري. ايوه. ومحمد الخريجي مدير الشركه الوسائل. ايوه. بتصريح النادي الاهلي. ايوه. وقالوا لي احنا خلصنا، فبعتوا لي قال ده اخر حاجه عندنا خلصت. نعم. نظرت انا صراحه عشان اكون معك بكل صراحه. ايوه. كنت مستصعب موافقه الاهلي لوجود مباراه افريقيه. نعم. بكل وضوح. ايوه. وقلت لهم لازم نميز الاهلي في حاجات في التنقل وتوفير طياره خاصه واشياء عشان ما ناثر على بطوله افريقيا. نعم. برضو احنا مش عاوزين نعمل حدث وفرح ويجينا فاير باك من الجمهور بعدها بثلاث ايام يصير اجهاد يصير حاجه وخساره واحنا نتحمل مسؤوليه. لكن في نفس الوقت هناك لكن في نفس الوقت هناك توفير لطائره خاصه لنادي الزمالك. تمام. نعم. ممتاز، احنا وفرنا كل الطلبات. تمام. خلينا نتكلم اقول لك ايش اللي حصل بالضبط. اتفضل يا فندم. أنا ماليش علاقة في كم يتوزع للفريق الفلاني أو كم يعطى الفريق الفلاني، أنا ماليش دعوة. نعم. أنا لي دعوة إني أحدد مبلغ وإن الفريقين يجون يلعبون عندي. تمام. الاتحاد والرابطة والشركة المتحدة وإدارة الناديين. نعم. هم أعلم بمفاوضاتهم فيما بعض فيما نعم. بينهم. نعم. تمام. أنهينا كل حاجة. نعم. بموافقة الفريقين الإدارتين. الفريقين والادارتين. نعم. وكنا عاوز اقول لك على حاجه. تفضل. الشركه المتحده والشباب والجماعه في مصر. نعم. يعني كانوا يحاولون الاعلان، يعني طلبوا مننا سرعه الاعلان، لكن نعم. احنا كان عندنا موافقات داخليه عندنا. نعم. كانت تحتاج وقت. نعم. عرفت؟ موافقات تحديد الاماكن، تحديد الحركه المروريه، تحديد الحطه الامنيه، في موافقات عندي. خصوصا ان الوقت ضيق على المباراه الاولى يوم 15. ما كنتش نعم. اشتغلت عليها لاني ما كانش جايني موافقات. نعم. فاشتغلنا عليها وانجزناها خلال ساعات. نعم. تمام؟ الموافقات عندنا. نعم. انا اقول لك بدايه الحكايه. ايوه. ودي اجتهاد مني انا. تفضل يا فندم. رحت قلت زي ما الاهلي والزمالك جو مصر. اه ممتاز، خليني اعمل حركه بعد ثانيه. اه رفعت التلفون على صاحبي وصاحبك هاني ابو ريده. طبعا. مساء الخير يا كابتن، ازيك؟ عاتبته شويه لانه اعتذر ما جاش كاس مصر، كان نعم. عنده ظروف، قلت له من زمان واحشنا وكذا. نعم. وقال لي اجي لك في اي وقت وكذا كويس. فقلت له يا كابتن هاني احنا خلصنا مع الاهلي وخلصنا مع كل حاجه وكل الامور تمام والزمالك والاتحاد ده. انا عندي استفسار يا كابتن هاني. اه هل قانونيا يحصل ولا لا؟ قال لي تفضل. نعم. قلت الاهلي عنده ماتش في يوم 19 مع فريق افريقي. نعم. لغايه دلوقتي ما تحددش. أيوه. صح ولا لا؟ مزبوط. كان وقتها في وقت مكالمتي مع هاني قبل يومين، وانا اتمنى انك تكفل مني تكلم اي حد انا ذكرته بالاسم. نعم. في المكالمه دي. حاضر. وتتاكد منه. حيحصل. حاضر. تمام. تفضل. قلت له قال لي بتفكر في ايه يا ابو ناصر؟ افكارك غريبه. نعم. قلت الفريق الافريقي ادي مبلغ وديته نمره من المبلغ. اه. هل يرضى ينقل الماتش بتاعه اللي في ارضه؟ نعم. في الرياض كمان. نعم. ونخلي الاهلي يلعب 19 في الرياض؟ ده حاجه اول مره نقولها، دي حاجه جديده اول مره نعرفها. نعم. ابى اقول لك النص. نعم. قال لي دي حاجه مستحيله. ده جنان. مستحيل يوافقوا، دي بطوله افريقيه وتكافؤ الفرص مش عارف. قلت يا اخي اعرض لهم النمره بتاعتي.
واعرض واكيد الاهلي حيوافق. نعم. وهم اذا وافقوا ليش الاتحاد الافريقي يرفض؟